ايه؟ قالها لك انا لا حبيبي وحبيبي الي. اعتقد انا خلاص قلت طبعًا. اللي معانا ايش اللي جاي طبعا صح؟ الرحبانيه وانغام ونغمات الاخوان رحباني مع فيروز. طبعا هي روائع بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء كان مع فيروز او مع غيرها من المطربين، لكن مع فيروز كانت المساله مختلفه تماما. نحتفي الان بالرائد الموسيقي منصور الرحباني اللي اسس المدرسه الموسيقيه اللي تظل دائما في وجدان الجميع في كل زمن. تعالوا نتابع هذا او هذه النبذه السريعه عن منصور الرحباني. منصور حنا الرحباني موسيقي لبناني شهير، وهو واحد من اثنين شكلوا في تاريخ الموسيقى العربية ما عرف بالأخوين رحباني. ولد في بلدة أنطلياس بلبنان في عام 1925، ووالده هو حنا إلياس رحباني. عاش مع شقيقه عاصي طفولة بائسة قبل أن يشتهر في عالم الفن. وقال منصور رحباني حول ذلك: تشردنا في منازل البؤس كثيرا، سكننا بيوتا ليست ببيوت، هكذا كانت طفولتنا. قدم عصي وأخوه تحت اسم الأخوين رحباني الكثير من المسرحيات الغنائية، وقد كانت النجمة فيروز هي البطلة المطلقة في جميع مسرحياتهم. وبعد وفاة عصي عام 1986 ظهر اسمه لأول مرة في مسرحية صيف 840 من بطولة غسان صليبة وهدى حداد شقيقة الفنانة الكبيرة فيروز، واستمر في الإنتاج بمسرحية أخرى وهي مسرحية الوصية من بطولة غسان صليبة وهدى حداد، وقدم كذلك مسرحية ملوك الطوائف من بطولة غسان صليبة وكارول سماحة، ومسرحية المتنبي من بطولة غسان صليبة وكارول سماحة، ومسرحية حكم الرعيان بطولة الفنانة التونسية لطيفة، ومسرحية سقراط من بطولة رفيق علي أحمد، ومسرحية النبي المأخوذة عن نص جبران خليل جبران، ومسرحية زنوبيا من بطولة غسان صليبة وكارول سماحة. وكانت آخر أعماله المسرحية الغنائية عودة طائر الفينيق. بعد إصابته بأنفلونزا حادة أثرت على رئتيه، دخل إلى مستشفى أوتيل ديو، واستدعى ذلك نقله إلى غرفة العناية الفائقة حيث مكث بها 3 أيام ثم أخرج منها، لكنه بقي تحت المراقبة بعدما رفض الأطباء السماح له بالعودة إلى منزله، إلى أن توفي في عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض في 13 يناير عام 2009.